تدرون ايش كذا راح نبثركم اليوم؟ لا اعطيني ايش تكفل. راح نبثركم. ما راح خليك تحط الفلتر هذاك. هذاك الفلتر ما راح تحطه مال الحلج. عشان ما يقلب علي. ما اشتكتوا لي يا جماعة. ما حرام عليكم. ما حرام عليكم. ما حرام عليكم. والله حرام عليكم. لا قايقلون شنو؟ قايقلون فرح اليوم عقيل معزوم بسنابج. احنا عازمينه كلنا عازمينه بسنابج. راح نبثركم اليوم صح يعني عادي يصير سناب حال حال اللايف. ما حرام عليكم. عمري. ما اشتكتوا لي؟ شنو شعورك انت الحين شي ماسك قاعد تصور؟ شنو؟ ما اشتكتوا لي مو حرام عليكم ما تشتاقوا لي؟ وايد مشتاقين لك وايد. قاعد اقرا كومنتاتكم يا جماعه والله مسيو. شلونكم بعد؟ ما اشتكتي لي؟ والله حاليا السناب عندي ظلمة. شنو قاعد تخيلوا قاعد من النوم طبعا قعدنا على صدمة عمر مرت علي قاعد اشرب قهوة قاعد اسولف فيها وش تقول عقيش فيك عادي عندك؟ لا عادي عندك. شنو يعني؟ شنو يعني؟ سنابي مظلم. مظلم؟ سناب يعني الحين حاليا السناب 1.5 مليون حاليا ظلمة عندهم السناب. سنابهم عبارة عن ظلمة اكتئاب. والله صدق. ولا والله ولا عشان مرتي قاعد تقول لي كذي ولا عشان والله لان انت عباره عن شيء حلو بسناب الكل طاقه حلوه فالكل والله الكل حاس تجيب الحين ضاق خلقي تو مكان ضاق مكانك مبين بعد كلامك وضاق خلقي والله ضاق خلقي الحين ضاق خلقي فرح فرح نعم وهي مبين انه قاعد يعني قاعد صدمة عمر مرة قعدت من النوم شوف الفلتر قاعد يتغير علي حتى هذا الفلتر قلب علي زين كمل اقول لك قعدت من النوم اشتهيت قهوة والله العظيم قعدت من النوم اشتهيت قهوة ايس امريكانو بس فقط بس وبين وبينك اشتهيت اقول اصور لقطة الكوب لقطة الكوب حتى انا ما صورت لقطة الكوب اهداء في شيء بهديكم اياه يو غانا ميس مي وانا ام جاد يو غانا ميس مي وانا مرات الانسان يحس يعني بنقص لما يختفي هذا الشخص وتوني اكتشف معزتي عندكم صراحه بالكومنتات وبالناس داشين علي وقاعد يتحسبون يعني انتوا بس يعني انا قلت حق فرح قلت له والله لو ابطل 1000 سناب بيظلون بيون يعني اللي يحبوني لأن الصج يحبونك إيه بيون يعني تعلقوا فيك يعني أنت صرت وأنا تعلقت فيهم صراحة بس إنه يعني it's not the end of the world it's not the end of the world بس وينهم هذا اللي يقولون لا يقطع النت ولا يقطع السناب كبرى من عرجة الشرع السناب وينهم وأنا النت ما يشتغل بتلفوني كا وينهم أنا ما عندي نت عقل ما عنده سناب تعالوا اللي قاعد تكتبوا الكومنتات تعالوا وينكم؟ وينكم مختفين؟ وينكم؟ كتبوا بعد كومنت، ليش ما حد يتحكى الحين؟ شوف اول ما يرد سنابك بمناسبة انه رد اول شيء راح اسوي لهم اياه ميكب توتوريال. اول شيء اول ما يرد سنابي بصور عطر ون لان هذا اللي حارقهم. لان ون اللي حارقهم صدق يعني انا شوف انا هذا اللي عور عور وايد ناس يعني انا توقعت انه يتعورون من نجاح عطر وان وانه هو الاعلى مبيعا في بوتيكات توقعت انه في ناس راح يحترقون بس ما توقعت انه توصل يعني انه تهكير وان شنو حتى لو تهكرون كهوه طالع معاي مستعد الحين اغير سنابي واسمي عقل ستار اعطيه سنابي بكبره اسمك يكفي ويوفي يعني لو تهكرون سنابه راح يطلع لكم بتويتر لو يسوي فيسبوك لو يرد هبلت الفيسبوك والله يرد هبلت الفيسبوك يسوي لكم لايفات والله الانستغرام طالع لكم كل مكان كل مكان طالع لكم لو شنو تسوون لو تقدرون نت على الكويت يعني متابعينا عارفين ان اللي معورهم عطر ون والبراندات العالميه اللي تعاقدنا معاها هذا اللي حارقهم يعني انتم لو تدرون القنبله الجديده اللي جايه شنو تسوون هي قنبله هاي قنابل هاي ولش يعني هاي ولش الشيء هاي ولش راح يصير شيء بالسناب شات هاي ممكن يهكرون سناب شات سناب يمكن يدفعون حق سناب علشان يسكرون السناب كبرى شركة سناب اتس اوكي يعني اي دونت كير اباوت صدق والله وي دونت كير اهم شيء عندنا حبكم انتوا واهم شيء ان انا وفرح عايشين بحب بسلام بس والله
اهم شيء احنا مرتاحين ومستانسين. صدقين مرات يصير لك اشياء، يعني كنت انا مستوعب شيء ثاني بس استوعبت شيء ثالث. شنو هو؟ ان انا فكرت ان اذا تهكر حساب شنو يصير فيني؟ بقول لك انا اكيد راح ازعل وهذا، بس اكتشفت ان يعني اوكي، يعني بالنهايه اتس نوت اند ذا وورلد، اتس نوت ذا اند اوف ذا وورلد. وانت عمري ما صور لكم اوتفيت اليوم، خلي صوركم يا زين الجوتشي. والله ما حلى الجوتشي الا عليك، ما حلى الجوتشي الا على منو؟ على عقيل ستار، على نجمنا. احنا رايحين تيكات حاليا، على قولتك ان الاشياء اللي صارت اليوم بالمناسبة ابي اروح جوتشي. اوكي اودي جوتشي بالمناسبة. المهم رايحين بوتيكات الحين، بنخلص شغلنا وقنابلنا الجديدة ترقبوا. بس الله بوم بوم طخ.